فصل الشتاء. أطفال الصغار سنتعرف في هذا الفيديو على فصل الشتاء. تشرب الحقول وتزهر الأشجار وتعشر السهول. قد أقبل الشتاء ببرده الشديد، وقالت السماء بوجهها السعيد، ويفرح الفلاح بموسم العطاء، فيهتف الصباح قد زارنا. تشرب الحقول وتزهر الأشجار وتعشر السهول. قد أقبل الشتاء ببرده الشديد، وقالت السماء بوجهها السعيد، ويفرح الفلاح بموسم العطاء، فيهتف الصباح قد زارنا. محمد نوض يا ريحة الغاز واش، خليني نرقد والريحة كي تغيت نومي. لا ولا ريحة الغاز ما كتشم، معليش نشم. اوه نيشان، القرعة ريحة سيلو فيها ريحة الغاز، مو تقولي ليش. حليت واقي وتشاليش الضوء، هذا اللي تشالي الضوء، حليت واقي وصاي صار كاين جديد. بحيث يتم تركيبه بالقرب من الفرن، ولو حدث أي تسرب للغاز الكاشف راح يعطيك جرس تنبيه قبل ما يكون الغاز قابل للاحتراق لتقوم بغلق الأسطوانة. وكمان يمكن تركيب قطعة إضافية تقوم بغلق مصدر الغاز بشكل تلقائي بمجرد ما الكاشف يشعر بأي تسريب. علاش تدي روحك لهلاك وتدي ولادك معاك كي تدخل لدارك وتقعد مع أولادك باش تحس بالدفا والأمان؟ أغلقت التواقي والبيبان في بالك الحالة لاباس، وقبل ما ترقد ويديك نعاس علاه ما خممت على الغازات المحروقة، ومديت من وقتك غير دقيقة وحليت هذيك التويقة باش ما تديش روحك لهلاك وتدي عائلتك معك. وهادي أكسيد الكربون ما عنده لا ريحة لا لون، ماشي كيما الغازات يقتل غير بالسكات، شحال من روح فنات وقتل، شحال من حياة وحياة، شحال من واحد دخل الحمام ولا ضحية، وكم من عائلة قاستها البلية غير على جال شوية تهوية. لازم تكون عندك روح المسؤولية، علاش تدي روحك لهلا؟ يقولوا الحذر مطلوب، اتفقد المدفاء والسخان وكل أنبوب، وصلح كل شي معطوب، شفنا وسمعنا عيينا طابوا القلوب باش ما تديش روحك لهلاك وتدي ولادك معك. طرق الوقاية: أخذ تطعيم الإنفلونزا، ثانيا غسل اليدين باستمرار، تنظيف الأسطح والأرضيات، تغطية الفم أثناء العطس أو السعال عطش،
شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا. تعزيز المناعة بنظام غذائي متوازن وصحي. ممارسة نشاط بدني معتدل 30 دقيقة يوميا. الرياضة. أطعمة عليك تناولها في فصل الشتاء، حيث أنها تساعد على الحفاظ على دفء وحرارة الجسم، كما تساعد على الوقاية من الفيروسات المسببة للبرد. أولا، التمر يمتلك خاصية تصنيع الحرارة في الجسم مما يعمل على تدفئته، إضافة إلى احتوائه على فيتامين بي وياسين وثيامين، والذي يساعد على صحة الكريات الحمراء. ثانيا، السحلب هو مشروب رابط ساخن لأيام الشتاء الباردة، وله قيمة غذائية عالية. مكونه الأساسي الحليب مع النشا بالإضافة إلى طعمه الشهي. ثالثا، السمك مصدر جيد لفيتامين دي، والذي يقل في الجسم بسبب قلة التعرض للشمس في فصل الشتاء. وتعتبر السلمون والمكري والتونة والسرد من أنواع السمك الغنية بفيتامين دي. رابعا، العسل. يعتبر العسل محلي طبيعي صحي وفعال، ويفضل استخدامه في تحلية المشروبات والحلوي بدلا من السكر، وهو مهم في الشتاء لأنه يعطي الدفء والطاقة ويحمي من الإنفلونزا وأمراض البرد. خامسا، الحمضيات مثل الليمون والبرتقال ويسفي والجريب فروت وبوملي، كما أنها تساعد على تقوية مناعة الجسم لأنها غنية بفيتامين سي ومضادة الأكسدة. سادسا، البطاطا الحلوة، فهي مفيدة جيدا في فصل الشتاء كونها غنية بمضادات الأكسدة والألياف فيتامين سي، التي تزود الجسم بالطاقة اللازمة أثناء فصل الشتاء وتزيد من الشعور بالدفء والحرارة. سابعا وأخيرا، شوربة العدس، وهو حساء مفيد بشكل عام، فهو يمد جسم الإنسان بالحرارة، وفي بعض المناطق يطلق عليه لحم الفقراء لقيمته الغذائية التي تنافس اللحمة في احتوائه على البروتين ولخصيصه الذي يناسب الفقراء. صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء هي صلاة نافلة تصلى طلبا لنزول المطر ليقطع الجفاف أو يقضي حاجة أخرى في نية المصلي، وهي ركعتان. حكم صلاة الاستسقاء: سنة مؤكدة عند انحباس المطر. فقد قال ابن قدامة: صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله وخلفائه. كيفية صلاة الاستسقاء: أن يصلي الإمام بالناس ركعتين، يجهر بالأولى بالفاتحة وسورة الأعلى، وفي الثانية بالغاشية. وصلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد تماما، فيكبر فيها سبعا في الركعة الأولى وخمسا في الركعة الثانية، ولا يشترط لصلاة الاستسقاء أذان، وينادى لها بالصلاة جامعة، ثم يخطب بالناس ويكثر من الاستغفار وقراءة الآيات التي تأمر به، ويكثر من الدعاء وطلب الغيث، ويسن بعد الخطبة قلب الرداء وجعل الرداء الأيمن على الأيسر، تفاؤلا بأن يحول الله تعالى القحط إلى الخصب، يرفع يديه ويدعو ربه مستقبلا القبلة. الفرق بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء: يخطب لها خطبتين، يخطب لها خطبة واحدة، تكون الخطبة بعد الصلاة، تكون الخطبة بعد الصلاة أو قبلها، تشمل الخطبة على أحكام العيدين، تكون الخطبة استغفار وذكر وطلب لنزول الغيث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.